أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأولئك هم الفائزون. وأولئك هم الفائزون. يبشرهم
يا
صدق الله.